السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا ما زلنا في رمضان، ورمضان السنة دي هو رمضان السلام. وفي حلقات سلام بندور ازاي نعيش في سلام، سلام في المعاملة مع الله، وده كان في التلت الأولاني من رمضان، وسلام في علاقتنا مع الناس، وده اللي احنا فيه دلوقتي، وسلام مع نفسنا هنبتديه في التلت الأخير في رمضان. وبدأنا الرحلة في التلت الأول، تلت الرحمة، وتكلمنا عن العيش بالسلام في كنف رحمة الله سبحانه وتعالى لما نسلم من أوهامنا اللي بتفسد المعاملة مع الله، وكان نيتنا وشعارنا فيه البقاء في حضرة مولانا سبحانه وتعالى. ودخلنا في تلت المغفرة، تلت سلام علاقتنا مع الناس، وكان شعارنا في دخول الجنة اللي هي جنة الأولى، اللي هي الجنة اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح لنا، واللي فيها نعمة من نعمه العظيمة، وهي نعمة العلاقات. ولو سألناكم، وده سؤال حقيقي وهو سؤال لازم كل واحد فينا يسأل نفسه ويشوف هو بيعيش مع السؤال ده ازاي، ايه أكتر حاجة بنحتاجها في حياتنا بعد الأكل والشرب؟ على فكرة ده مش كلامنا إحنا، ده كلام الدراسات والأبحاث، ولذلك النتيجة هتبقى نتيجة يكاد يكون هنتفق عليها كلنا. أكتر حاجة يكاد نكون بنحتاجها زي ما بنحتاج للأكل والشرب هو الإحساس بالأمان. فالإنسان محتاج يحس بالأمان. أنا سمع تنهيدة من ناس كثيرة لما تكلمنا عن الإحساس بالأمان. محتاج إحساس بالأمان في كل شيء، أمان مادي اللي هو عشان يقدر يعيش، إنه يكون في مكان آمن، حتى الأمان في العلاقة مع الناس. وبتتقاس قيمة العلاقة بمقدار قد إيه بيحس معاها بالأمان. أه والله، يعني بيبقى أول ترمومتر وأول ميزان بتتوزن بالعلاقة هو ميزان الأمان. وأكتر شيء ممكن يهدم الإنسان هي المخاوف، وأكتر سبب ممكن يهدد أي علاقة هو عدم التأمين واستخدام أي شكل من أشكال التخويف. ولذلك النهاردة بنتكلم عن سلام التأمين. أيوة، سلام التأمين، السلام اللي فيه الإنسان ممكن يحس إن هو سكب عليه شهد الأمان فيرتاح ويسعد. احنا دلوقتي لو بصينا حوالينا هنلاقي غالبا ان مفيش أسرة نعرفها الا وحد من افرادها بيعاني من اضطرابات القلق ونوبات العلا اللي هو بالك اتاك. فوفقا لمنظمة الصحة العالمية، ان اضطرابات القلق هي الاكثر شيوعا بين جميع الاضطرابات النفسية في العالم. من واحنا صغيرين بنسمع من اللي حوالينا عبارة من خاف سلم، بس هل فعلا لما خوفنا وخلينا الناس تخاف عشنا سلام؟ عشنا في أمان؟ يعني فعلا اللي بيخاف بيسلم، ولا اللي بيخاف بتتدمر حياته وبيفضل عايش في بيت أشباح؟ لما الناس تربوا على الخوف أصبح الواحد فينا كأنه منزوع من جواه معنى الحياة. حياة بلا حياة، حياة ما فيهاش المعنى الحقيقي للحياة، فبقينا عايشين بدرجة هارب. كل واحد فينا هارب، هارب من حاجة، اللي هربان من وجع السنين، واللي هربان من تروما في حياته السابقة، واللي هربان من مخاوف المستقبل. هربانين، متشكك وهربان من المعاملة مع الناس. لما تقال له خد بالك ما تبقاش مغفل وانت بتتعامل مع الناس، اصل ما فيش حد نيته صافية الايام دي، فيعيش عربان من المعاملة مع الله. لما بعض الناس فهمته ان ربنا اله متربص، كمان ربنا متربص، وانه حاشاه سبحانه وتعالى، وانه مش بيقبل غير ناس معينة باوصاف معينة، ويفضل الناس يتكوا على أوصاف معينة كأنهم بيتكلموا عن شعب الله المختار. وبعض الناس بيستخدموا أسلوب التخويف كوسيلة لحفظ الناس، زي بعض الدكاترة لما بيعتقدوا أن المريض هيصبح أكثر حرص على صحته لما يحس أنه في خطر فيبالغوا في تحفيزه، فللأسف
تقل مناعته النفسيه فتقل مناعه الجسم ضد المرض، زي ما بعض الاساتذه كمان في المدارس يخوفوا الاولاد ويخوفوا الاولاد من الامتحانات ويخوفوا الاولاد من الدراسه ويخوفوا الاولاد، فيتحول الاولاد الى ناس فاشلين وعاجزين فكريا قبل حتى ما يدخلوا في الامتحان. وفي ناس بتستخدم التخويف ظنا منهم ان ده اللي هيضمن انجاز الاعمال، زي لما المدير بيستخدم طريقه الاداره بالتهديد والوعيد. طريقه مستخدمه وبتنجز كتير، وبتنجز كتير على حساب قلوب الناس وعقول الناس وحتى وجدان الناس، فيخلي الموظفين طول الوقت عايشين في ضغط واقفين على ضوافرهم وخوف من كتر التهديد من الخصم من المرتب او الفصل من العمل، ولو اتقنوا في عملهم ايه اللي حاصل؟ ما يثنيش عليهم، مش بس ما يثنيش عليهم ولا ساعات ما يشوفهمش، عشان يحسسهم ان هم على المحك دايما، ودايما يقولك دايما الدوبامين بيجي لما الانسان بيحس بخطر، فلازم الناس تحس بخطر عشان تبقى شغاله كويس. بس ده على فكره شيء مش انساني، ولا بيساعد الناس على الانجاز ولا حاجه، ده افضل طريقه للاحباط وافضل طريقه لكراهيه العمل. ولذلك الناس ده انا بسمع الناس بتقول يا رب العمل يموت، وبيخليهم ما عندهمش ولاء للمكان اللي بيعملوا فيه. وفي ناس بتربي اولادهم بنفس الطريقه السامجه دي اللي هي طريقه التهديد، التهديد بالحرمان من شيء او التهديد بالضرب او التهديد بحرمان من المحبه نفسها، انه يقول له انا مش هحبك انت مش هتبقى ابني، او يحرمه من انه يقبله، انت ما تجيش تكلمني تاني، انت مالكش علاقه بيا، او انه يسحب الثقه فيها، انا مش واثق فيك. ودي افسد طريقه ممكنه ممكن يتعلم بيها ام ولا اب اولادهم اي شيء، لانه بتهز ثقتهم بنفسهم وتخلي علاقتهم مع الناس علاقه دايما مش متزنه، اما يتم ابتزازهم او يتم احساسهم بان مفيش علاقه بينهم وبين الناس ولا يمكن يكونوا مقبولين في اي وقت من الاوقات. وفي ناس بيستخدموا التخويف في العلاقه مع شريك الحياه، ودي من الحاجات اللي بتقطع حبل الود والسكن وما يبقاش في موده ورحمه، زي لما الزوج يعتبر انه بيربي زوجته مثلا فيهددها لو نزلت لامك هطلقك. ومن اهم الاشكال ايه اللي حاصل؟ معصيه التخويف انك تشارك في نشر اي خبر او معلومه غير ما تتاكد منها، فتخلي الناس تخاف على حياتها ومستقبلها واموالها، او انك تمشي بين الناس تحبطهم وتخليهم يتشائموا من ان هم هيحصل لهم مكروه. اسوأ شيء ممكن تحصل في حياتك انك تقابل مخاوفاتي ويدي لك نصيحة اسمها النصيحة السوداء. النصيحة السوداء دي بدل ما تنصح واحد انه ازاي يعيش حياته بشكل صحيح، تخليه يخاف من بكرة ويحس ان حياته كلها مليانة نار. نار ايه؟ نار هنتكلم عليها ولكن بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم مع سلام التأمين، وكنا بنستعرض طريقة من أسوأ الطرق اللي ممكن تدير بيها علاقة وهي التخويف، وقعدنا نتكلم عن التخويف لغاية ما وصلنا إلى نوع من أنواع التخويف إحنا بنسميه النصيحة السوداء اللي بتشعل النار في قلب الناس. فبدل ما تنصح إنسان إنه يتقدم في حياته تخليه يخاف من بكرة، تخليه يخاف من اللي حواليه فيعيش في نار الشك وعدم الثقة طول الوقت، زي نصيحة واحد تقول له خلي عينك على مراتك الله أعلم برضو ممكن الشيطان أي وقت يلعب بدماغها، أو خلي عينك على جوزك أصل ما فيش راجل إلا والخيانة بتجري في دمه وده فساد عريض والعياذ بالله وإفساد لحياة الناس. هنقف وقفة تنور قلوبنا وتخلينا نحس إزاي ممكن نتخلص من كل هذه الأساليب اللي هي في الحقيقة أساليب سوداء، نيجي للنور الأكمل نور حضرة النبي ونشوف بيعلمنا إيه. بيعلمنا إن مفيش حد من حقه إن يعمل ده، يعمل فلسفة التخويف، فيقول صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. مفيش فلسفة للتخويف. وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم عرف حضرته المسلم بأنه من سلم المسلمون من لسانه ويده،
ولذلك من أهم أشكال السلامة اللي الناس في أشد الاحتياج إليها خاصة في الوقت اللي احنا فيه، السلامة من إثارة الخوف وإشعال نار المخاوف اللي أصبحت صناعة وتجارة رائجة وأسلوب حياة عند كثير من الناس. وعشان كده في عبادة مهمة قوي احنا بنتكلم عنها النهاردة، العبادة دي تعلمناها من رسول الله في مشهد هو الأجل من مشاهد الرحلة النبوية صلى الله عليه وسلم، لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أبو بكر، وما كانش في الحقيقة بيقول لسيدنا أبو بكر بس، كان بيقول لكل قلوبنا، بيقول له لا تحزن إن الله معنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعلمنا عبادة هو أول من طبقها، وهي عبادة التأمين، إنه إزاي نأمن الناس. وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم جعل التأمين، تأمين الناس، قيمة من القيم الأمهات في الحياة، لدرجة إنه لما أتى اليهودي، والدليل على إنها قيمة من القيم الأمهات إنه عملها مع كل الناس، وكأن قيمة التأمين ده كان جزء من قيمة، كان جزء من معنى الرحمة اللي حضرت النبي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نشوف ده بكل وضوح لما جه اليهودي وأساء الأدب مع حضرت النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاله عشان يقضي له دينه وما كانش جه وقته معاد السداد، وقال له اقضي لي ديني فإنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل. فسيدنا عمر غضب غضبا شديدا من شدة غيرته على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع سيفه وقال لحضرة النبي مرني أضرب عنقه يا رسول الله. فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا عمر كلام بيعلمنا إن التأمين ده هي سنة الأنبياء وسنة كل اللي بيحبوا الأنبياء. فقال له إيه؟ كنت أحوج إلى غير هذا يا عمر، أن تأمرني بحسن القضاء وأن تأمره بحسن الاقتضاء. فشوف بقى التأمين هيجي إزاي بقى وحلاوته. اقضي له دينه، بيقول لسيدنا عمر اقضي له دينه وزده لقاء ما فزعته. يعني إيه اللي حاصل؟ زده في قضاء الدين عشان يحس بالأمان. فأكتر حاجة ممكن تخليك تعيش في سلام، على فكرة اليهودي أسلم لأن هو كان كي عايز يشوف جمال التأمين النبوي، جمال التأمين اللي هيحصل للبشرية كلها على إيد حضرة النبي. فقال له أنا كنت عندي علامة واحدة من علامات النبوة كنت عايز أطمن منها، اللي هي علامة التأمين، أنه لا يزيده الجهل عليه إلا حلمة، ولقد رأيتها فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. إنك تطمن اللي حواليك وتفكرهم إن هم في معية الله السلام، تحسسهم إن هم يدوقوا حلاوة لا تحزن إن الله معنا، دي قيمة وجمال ما بعده جمال. ولذلك إحنا في حياتنا كان عندنا جملة من بديع ما وفق الله سبحانه وتعالى به أهل مصر في تأمين الناس، لما يقولوا اللي تخاف منه ما يجيش أحسن منه. يعني إيه؟ خليك مطمن، كأنهم عايزين يطمنوا قلوب الناس ويقولوا لهم إن المخاوف في الغالب مش حقيقة، وإننا بعين الله الرؤوف والرحيم فإحنا في أمانه. فالتأمين مش بس سلام، التأمين أوسع من كده. التأمين رحمة وسلام وسكينة للقلوب من نار القلق، مرض العصر، عشان نعيش في جنة اليقين والأنس. أهم شكل من أشكال التأمين، واحد إن أنت تأمن الناس وقت الأزمات وأوقات المشكلات اللي بيمروا بيها، فيحسوا بالأمان إن هم مش لوحدهم ويستبشروا إن بكرة أفضل. تاني إن أنت تأمنهم وقت الخلافات، فيحسوا إن هم أمنين من غضبنا، وده أكثر شيء يقوي علاقتنا بأحبابنا، إن هم يحسوا إن صحبتنا وقت الخلاف مش هتتهدد. النوع الثالث من التأمين، وده مهم جدا، إن أنا نأمن الناس في وقت في مراحل حياتهم المهمة. فمن أكثر الأوقات اللي محتاجين فيها لتأمين، على سبيل المثال مرحلة منتصف العمر اللي فيها الناس بتخاف على إن هي تفقد القبول وإن حياتها بدأت تنتهي، ويحسوا إن هم هيبدأوا يفقدوا لمعاني شبابهم ويخافوا من التجاعيد وإن شكلهم مش هيكون حلو في عيون أحبابهم. ومن المراحل اللي محتاجين التأمين فيها أهلنا كل ما بيكبروا في العمر، نطمنهم إن قيمتهم في حياتنا هتفضل زي ما هي بل بتزيد، ونأمنهم من خوف إن هم يبقوا عبء علينا، بالعكس هيبقوا رحمة وبركة ونور وفتح علينا. كمان من أهم أشكال التأمين كمان إن أمن الناس وقت الخطأ من غير المتعمد. في أخطاء بتبقى غير مقصودة، الوقوف عندها بيضر، زي أولادنا لما يوقعوا طبق الكسر فيتكسر منهم، فالأم تزعق لهم أو تشتمهم أو تضربهم في بعض الأحيان لما يمارسوا العنف، ويبقى دوت من أسوأ الأشياء.
الطريقة دي بتخلي الأولاد مهزوزين لما يكون الموظف أخطأ خطأ في سيرورة العمل من غير ما يقصد، والسيرورة موجودة كده عشان تتطور وعشان تتغير، فما ينفعش أن أنت تعاقبه على ده وتحاول بقدر الإمكان أن أنت تحسسه بالخزي وبالعار. عشان نعيش في سلام التأمين محتاجين نعيش مع بعض التجربة دي. أنا أقول لكم شوية نصايح تساعدنا في العيش بسلام التأمين. أول حاجة، اختار كل يوم حد كنت سبب في تخويفه، خليك سبب في تأمينه حتى لو بطبطبة، ولو بكلمة أو بنظرة أو بابتسامة. تاني حاجة، خليك دايما على لسانك كلمة أو كلمات من إفشاء السلام اللي بتطمن القلوب وقلب اللي حواليك، زي لعله خير، ربنا كريم، قدر ولطف، الخير جاي. ديت كلمة من أحب الكلمات اللي أنا تعلمتها من أمي، الخير جاي. رقم ثلاثة، كل يوم اختار حد وقول له حاجة حلوة. الكلمة الحلوة بتطمن، بتريح القلوب، وبتطفي الإحباط، وبتطفي نار القلق، وبتخلي الإنسان يحس إن لسه في نفس في الحياة جاي من عند ربنا. آخر حاجة، ادعي ربنا سبحانه وتعالى يجعلك أمان ولطف وسلام للي حواليك، وقول اللهم يا سلام اجعلنا أمانا للناس، واجعلنا بابا من أبواب اللطف الذي يخرج منهم أجمل ما فيهم بالرحمة والحنان. يا أرحم الراحمين، اجعلنا بابا من أبواب أمان عبادك، واجعلنا سبيلا للتأمين حتى نكون مع سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. يا سادة، احكوا لنا تجاربكم لما تعيشوا بسلام التأمين، احكوا لنا تجاربكم لما تعيشوا بالسلام ده، وهنستنى حكاياتكم وهنستنى تجاربكم على صفحتنا، صفحات برنامج ولا تعسر. فاصل ولسه مكملين معاكم يا سادة، جمال لقائنا مع بعض وسلامنا مع بعض، ونلتقي نتلقى أسئلتكم بعد الفاصل عشان نجيب عليها بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم، معانا صفحتنا على الفيسبوك، صفحة برنامج ولا تعسروا، اللي بنتلقى عليها تجاربكم مع حياة السلام ومع تجربة السلام اللي بنقضيها في رمضان، وكمان بنتلقى أسئلتكم المباركة اللي بنخصص لها وقت ونجيب عليها. ولكن تعالوا ناخد أول سؤال معانا النهاردة من السيدة أم محمد. أم محمد اتفضلي. أهلا وسهلا بحضرتك يا فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا بحضرتك. أنا بس هطول على حضرتك معلش. لا حاولي تختصري. وأهلا وسهلا بحضرتك اتفضلي. حاضر. أنا ابني عنده 28 سنة وبيشرب، وغلبت معاه مش عارفة أعمل إيه، بالعياط بأطرده بالمسايسة بكل وسائل، بص كل ما يتخيل لحضرتك على بال أنا عملته. أنت عارفة المادة اللي هو بيشربها؟ حشيش، ما بيشربش إنه مخدر، مخدر حشيش. طب بص يا ستي، أنت عشان تخلصي من الموضوع ده هو لازم إذا كان هو وصل إلى حد إن هو بيأذي وبيبوظ الدنيا وما بيشتغلش والمسائل باظت معاه خالص، إحنا لازم نوديه مكان مركز علاجي. ومراكز 20 يوم. نعم؟ ما كملش 20 يوم نزل شغل، وما كملش 20 يوم وهم شموا ريحة البتاع بيشربوا في الحمام. يعني هو راح مركز، يعني هو راح مركز علاجي وما كملش 20 يوم ورجع تاني. لا لا لا، شغل نزل. هو محامي. هو محامي. طيب. ابني واخد بصرف حقوق محامي. فاذا هو دلوقتي هو حياته العمليه بتتعطل. ابني الشغل. طيب، يعني هو حياته العمليه بدات تتعطل، لكن هو بيقول ان هو مازال حتى الان قادر يتعايش مع المخدر وكده. هو بيقول كده. اقول ده حاجه بسيطه، انا ما بشربش غير في الجرس. طيب، هو لسه في مرحله اسمها مرحله الانكار، هو لسه في مرحله ان هو كل حاجه تحت السيطره. انا هقول لك تعملي ايه حاجة. أم محمد، أنت إحنا لازم السيد ابن حضرتك لازم يتلحق بسرعة عشان ما نوصلش لمرحلة أسوأ من كده. فأنا نصيحتي ثلاث نصائح. النصيحة الأولى، نشوف حد يكون لي مكانة في قلبه يكلمه، إن هو عشان يوضح له الأثار السلبية بتاعة الاعتماد على المخدر، لأن هو دلوقتي حاسس إن هو إيه اللي بعمله ده، سجارة يعني، وأنا المسألة تحت السيطرة. أنا على فكرة مش مدمن ولا حاجة،
كل الكلام ده هو الكلام ده اللي بيودي الناس الى حاجه اسمها الزحلية او يزحلق وينزل في مساله الادمان العميق. فعشان خاطري يبقى اول حاجه نشوف حد كويس عشان يكلمه. الحاجه الثانيه ان احنا دايما لازم نبين له عدم رضانا عن ده، وان احنا مش هنتكيف ولا هنتعايش مع ده. احنا رافضين ده، ورفضنا لده هيفضل، ولكن مع رفضنا لده احنا قبلينك انت ابننا، لكن احنا رافضين ده، فاحنا رافضين هذا السلوك بكل المعايير. الحاجه الثالثه لازم تدعي له في سجودك، وتدعي له بسجودك بحراره، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بالثلاث حاجات دول يغير الامر ده يا ام محمد. وان شاء الله ما تحزنيش، كله بيد الله سبحانه وتعالى، وان شاء الله الامور دي كلها هتتحل ان شاء الله. استاذ حازم. السلام عليكم حبيبي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ حازم. بدي حضرتك استاذ صادق، عندي ثلاث اسئله، هل ممكن اسال؟ اتفضل اتفضل اتفضل، بس بسرعه. بعد بدي حضرتك، انا بفطر بامر الطبيب. حاضر. فالفديه لو حضرتك تقدر حددتها، المشايخ حددت يعني اليوم بكام بعد اذنك؟ ثانيا ده سؤال اولا. السؤال الثاني، هل يجوز ان انا اطلعها فلوس كلها، ولا ممكن اعمل ولا الاعلانات غلابه، ولا اعمل اكل مثلا؟ ده السؤال الثاني. السؤال الثاني. السؤال الثالث، لا هو ده، هي حضرتك كلها حاجه واحده، ده سؤال، لسه سؤال ثاني. طيب خلاص، احنا اتحددت ب 30 جنيه الفديه، اتحددت ب 30 جنيه اذا كان الدكتور قال لك مش هتصوم ثاني خالص. فإذا كان الدكتور قال لك مش هتصوم تاني خالص، فهيبقى الفدية تطلع فدية طعام مسكين عن كل يوم 30 جنيه. طيب هل يمكن ان انت اللي تطعم الناس؟ نعم، يجوز ان انت تطعم الناس بنفسك بدل ما تطلع فلوس، فهتطعم كل يوم عن كل يوم مسكين. يبقى اذا احنا يجوز ان احنا نطعم بنفسنا، ويجوز ان احنا نطلع فلوس الناس تاكل بيها، والمقدار 30 جنيه. نعم. استاذ عبد الله اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ عبد الله اتفضل. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ فضل ونعمه الحمد لله. حضرتك وفي اولادك وفي عمرك باذن الله. يا رب يا رب يا رب، يرضيك ويديك الصحه والستر يا رب. يا رب يا رب. انا كنت كلمت حضرتك قبل كده وليا الشرف طبعا، وانا بكلم حضرتك بالنسبه برضو للسلام والامان الاجتماعي. واخد بال سعادتك؟ دلوقتي لو انا اتسرقت وعارف اللي سرقني، اعمل معاه ايه؟ تبلغ عنه. طب عارف تبلغ عنه ليه؟ عارف تبلغ عنه ليه؟ لانه ان كنت انت عارف ان هو سرقك، فمعرفتك دي ممكن ما تكونش يقينيه. حتى لو كانت ماشي. يقينيه انت محتاج ادله ومحتاج اثباتات ومحتاج براهين عشان تثبت. دي مش يعني لو السرقه دي مثلا، مش هنقول ان هي فلوس بس، او ان هي ذهب بس، او ان هي عقار او اي حاجه، هنقول مثلا ان السرقه دي عمر وحياه وعيشه. يعني انت قصدك ان واحد سرق عمرك، يعني استغلك وابتزك مده طويله وخدعك، وبعد كده خذلك، او بعد كده. الله ينور على حضرتك. وانا برضو مش عاوز اتصرف باي حاجه تاذي، عشان في اولاد وفي عيش. اول حاجه انت مش من حقك ان انت تتصرف اي تصرف انتقامي الا اذا تم تقدير هذا الاذى اللي حصل لك دوت من 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 قاضي. فاذا كنت انت مش هترفع امرك للقاضي، لان انت ما تقدرش تثبت الضرر اللي وقع عليك دوت او الاذى اللي وقع عليك ده، فانت مش من حقك تنتقم. لكن من حقك اسمعني طيب. انا عارف والله مقدر مشاعرك جدا جدا جدا. الله يرضيك الله يرضيك. انا مقدر مشاعر حضرتك ومتعاطف معاك جدا، بس في نفس الوقت انا لازم اقول لك الاحكام الشرعيه. لان في الوقت دوت بتثور نفسيه الانتقام اللي بيقع في الغالب صاحبها في الظلم. فالانتقام صاحبه لازم يقع في الظلم. انت دلوقتي في تلت المغفره، فانا مش هقول لك، انا بقول لك لو انت قادر تغفر اغفر، لو مش قادر تغفر اوعى تعيش في الانتقام ده. انت عندك لسه بقيه حياتك، اجتهد وما تلتفتش لده. عارف اكتر حاجه ممكن تعاقب فيها؟ ما احبش فكره لو عايز تعاقب، لو عايز تعاقب للشخص اللي اذاك واستهلك عمرك، اكتر حاجه تعرف تعمل ايه؟ ان انت ترجع وتقف وتستثمر حياتك وتتقدم. انت مش محتاج ان انت، على فكره، ان اي حد اذاك لازم تظل مكرس حياتك كلها عشان تاخد الاذيه اللي اذاك منها. رسول الله ما رباش الصحابه على كده، وهم أزوم في مكة. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع وفتح مكة فتحها بكل مودة وبكل لطف وبكل جمال. فأنا عايزك بس ما ترميش نفسك في مستنقع الانتقام، وخاصة أنت بتتكلم عن حاجة مش ممسوكة. وبعدين اللي أنت بتقوله دوت
قد يكون بعض الناس لما يجوا يقدروا ده في الدراسات الاجتماعية أو الدراسات النفسية قد يحملوك بعض المسؤولية أن أنت قبلت أن حد يبتزك أو قبلت أن حد يستهلك أو يسرق منك سنين حياتك. وعشان كده أنا بقولك الصح أن أنت تقبل على الله في رمضان وتشد حيلك وتجتهد وتصلب طولك كده وتتقدم في الحياة. لو أنت لسه في دماغك العقاب هو بيشوفك وانت قاعد بتتقدم في الحياة هيكون ده أكبر عقاب ليه، وانت في نفس الوقت انت عملت بمقتضى ان انت سرت في طريق الله واستمديت قوتك من ربنا سبحانه وتعالى. لكن ان انت عايز تنتقم على ان واحد سرق حياتك كلها، لو قادر ترفع أمرك للقاضي أهلا وسهلا، مش قادر يبقى خلاص انت استمر في حياتك. ومش معنى كده ان انت بتكافئه، لا لا لا، الله سبحانه وتعالى لن يضيع هذا، سيوضع في ميزان حسناتك وسيعود عليك بالبركة، وهتشوف الكلام ده لو انت انطلقت في الحياة. نعم أستاذة هبة تتفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت كنت عايز أسأل عن موضوع الذهب. أنا زوجي جايب لي ذهب وجايب لبنته، ودول اللي استعملنا إحنا بنستعمل يعني بنلبسهم في أي مناسبة أرجع أشيلهم كده. طيب. وفي جزء هو مخصصه للولد، قال ده بتاع الولد لما يكبر. فهل اللي انا بلبسه انا وبنتي عليه نصب؟ لا، اللي بتلبسيه انت وبنتك معلوش مع، حتى لو بتلبسيه مره في السنه. حتى لو بتلبسيه مره في السنه، حتى لو لبستيه مره وبعدين نسيتيه وبعدين لما لقيها افتكرته ما اعرفش ايه، بدل هو حلي وبيتلبس يبقى معلوش زكاه. طب وبالنسبه للولد هو كم يعني، هو في حدود كم اطلع عليه النصاب؟ 85 جرام ذهب عيار 21. لما يوصل 85 جرام ذهب عيار 21 هنطلع عليه زكاه. طب ولو هو عيار 18 على 21؟ يعني ايه عيار 18 على 21؟ يعني بعضه 18 وبعضه 21. تمام. عن قيم ده، مش لازم يكون كله ده، لكن احنا بنطلع على ما لما يوصل ثمن الذهب ده الى 85 جرام ذهب. واضح؟ ده اللي بالنسبه للولد، لكن بتاعي انا والبنت ده احنا ما نطلعش عليه لان بنلبسه. طبعا. طيب شكرا. وزكاه العيد يا شيخ، زكاه العيد 35 جنيه. 35 جنيه عن كل فرد. عن كل فرد، نعم. ربنا يبارك لكم ان شاء الله. نعم. السلام عليكم. نعم. استاذه شيماء تتفضل. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا استاذه شيماء. لو سمحت بس يا شيخنا كنت عايزه اعرف بس القبله بتبقى منين، لان انا ما بصليش بسبب الموضوع ده. لا انت ما بتصليش عشان انت موسوسه. لا مش موسوسه ولا حاجه، انا فعلا ما اعرفش القبله منين. وكذا مره جبها عن طريق التليفون برضو ما ببقاش فاهمه بصراحه. ما عندكيش مسجد؟ ما عنديش عندي، بس انا مش بعرف انزل عشان ولادي صغيرين يعني كده. طيب ما عندكيش جبتيها على الابلكيشن ده؟ جبتها. اصل لو وصفتها لك انت هتعمل لو قلت لك شمال شرق هتعمليها ازاي؟ فالحل الوحيد ان انت يبقى عندك ابلكيشن. يبقى ظهري للشمس. انت دلوقتي عارفه تجيبي الاتجاهات في بيتك؟ بعرف. طيب يبقى خلاص، يبقى شمال شرق هتلاقي القبله في هذا الاتجاه. بس انت الافضل يعني دلوقتي لو المكان اللي انا بصلي فيه في اوضه نومي مثلا الشمس تدخل منها، يبقى ظهري للشمس، يبقى كده مظبوط. يبقى انت بتقولي ان ظهرك هيبقى للشمس. ويبقى وسط الركنين هي هتبقى القبله كده، ما بين الركنين كده، خلاص؟ تمام. يعني هي مش بتبقى مباشرة، خلاص؟ بتبقى بين الركنين، خلاص؟ يعني مثلا صليت تبقى جايب عوجة سنة بسيطة، صح؟ بالزبط. تمام كده ولا ايه؟ بين الاتجاهين، في منتصف الاتجاهين، خلاص؟ بس أنا برضو مش قادر أفهم أنت إزاي مش قادرة تعرفي القبلة عن طريق الوسائل الموجودة عندك. والله حاولت كذا مرة وفعلا مش عارفة، فعشان كده ما بصليش، لأن سمعت إنه لا عشان كده ما بتصليش؟ ليه ما بتصليش؟ لا انا ما بصليش يعني الفتره دي بالذات عشان برضو ظروف حمله تعبانه وكده. لا لا لا، ما فيش اي سبب يخليك ما تصليش. بص يا استاذ شيماء، فيش اي سبب يخليك ما تصليش. ما انا عارفه والله عارفه، بس انا بس عشان تعبانه والموضوع الثاني عشان قصه القبله،
فانا بسمع انها لا لو لا لا، عملت يبقى احنا ما حرام. استني بس استني بس، مش هنلزق المساله في مساله الابل. لا والله هو ده طيب قصدي اسمعيني، فعلا. طيب يا استاذ شيماء اسمعيني اسمعيني بس عشان نكون واضحين. انت لو انك انت مش عارفه اتجاه القبله، هتجتهدي بما تستطيع ان تصلي اليه بالوسائل اللي عندك دي، بالبوصله اللي عندك دي، وتصلي في اتجاه ده، وان شاء الله صلاتك هتبقى صحيحه لان انت اجتهدتي. او تسالي الناس، او تسالي جوز حضرتك، او تسالي اي حد، ويبقى الاتجاه في نفس الاتجاه ده، ودوت اللي وصل الى اجتهادك، وتصلي على هذا الاتجاه. ماشي؟ بس ما تسيبيش الصلاه ابدا. خلاص؟ وانت طب حتى لا، كنت مثلا بصلي في اتجاه قبله مش اللي هو الصح يعني، فالصلاه دي بتبقى حرام؟ مش انت قلت لي ان انت مش موسوسه؟ لا لا مش موسوسه الحمد لله. طيب اي حاجه خلاص، الاتجاه اللي انت صليتي فيه صلاتك مش هتبقى حرام، انت اجتهدتي، والقبله دي هي دي اللي وصل اليه اجتهادك، وانت حواليك الناس، ما تسالي الناس، اكيد انت مش محبوسه. فاسألي الناس، اسألي الناس، وحاولي تعرفي القبلة عن طريق المسجد القريب، وتسألي الناس، وتستخدمي الابلكيشن اللي قدامك دوت، ان شاء الله هتعرفي اتجاه القبلة. استاذة زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. زي حضرتك يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. سؤال بس بعد اذن حضرتك، او مشكلة هي، انا عندي اخ متدين الحمد لله، وبيصلي وبيصوم وكل حاجة، واسرته كلها، وعنده ولد وبنت وزوجة ملتزمين، وبيحفظوا القرآن. كل ما يحط حاجة خاصة بيه ما يلاقيهاش، يعني ممكن مثلا يبقى شايل هدوم الصيف بيخزنوها في شنط تحت السرير، يجي يطلع ما يلاقيش، يعني لبس الإحرام كله والجلاليب والحاجات دي كلها ما يلاقيهاش، يحط أي ورق يخصه ما يلاقوش، يسأل يا جماعة والله ما شفنا. حاجات كتير اتكررت معاه، مش قادرة أقول لحضرتك يعني الحاجات اللي اتاخدت منه قد إيه. كل ما يحط بدلة مثلا ما يلاقيهاش، حذاء مثلا يبقى حاطه في البلكونه والمقفوله ما يلاقيهوش، اتكررت معاه الحاجات دي كتير، وهم ملتزمين جدا. طيب ولدرجه ان هو فين سؤالك يا استاذ زينب؟ انت هو سؤالي الحاجات دي تفسير ده ايه؟ نعم تفسير ده ايه؟ تفسير ده ايه؟ هجاوب حضرتك، هجاوب حضرتك يا استاذ زينب، هجاوب حضرتك. تفسير ده حد ان في حد بياخد الحاجات ديت وبيرميها، حد بياخد الحاجات دي الفلوس دي وياخدها ويضرب عليها، ولازم حد يكون من البيت. ده بعد تجارب طويلة بقى وتحقيقات طويلة في أحوال الناس، هذا ليس في حل غير إن في حد من البيت بياخد الحاجات دي. طيب لأ، وما فيش حد، وحلف وما حلفوش، في الآخر خالص لازم في حد بياخد الحاجات دي. إنما بقى فكرة إن الجن بياخد الحاجات دي، أو إن في حد بيعمل الحاجات دي، أو البيت فيه حاجة، أو البيت دوت مسكون، أو البيت، كل الكلام ده كلام فارغ ومش حقيقي، ومش حقيقي خالص. ومحدش يجي يقول لي ما هو الجن مذكور. طب ما هو قارون مذكور في القرآن، ما هو مش كل حاجة مذكورة في القرآن انت لازم تحققها في بيتك يعني. فالكلام ده كله لازم نكون واضحين فيه، ان الاشياء اللي بتتاخد دي في حد بياخدها. فهل ده تشكيك؟ لا، ده الواقع اللي احنا بنحكيه، ان اي حاجة بتختفي، في اذا كانت بتختفي مش بتدارى، في فرق ما بين حاجات بتتدار، الحاجات اللي انت قلتيها فيها حاجات ما تتداراش، يبقى دي بدل بتختفي يبقى في حد بيخفيها. وده قولا واحدا، ده بعد طول خبرة وطول بحث في مثل هذه الأحوال اللي حضرتك بتحكيها. فنشوف مين اللي بياخد الحاجات دي. نعم أستاذ شحاتة، يتفضل. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. بعد اذن سيادتك، انا كلمتك قبل كده كذا مره وباخد برايك على طول. اتفضل يا استاذ شحاته. دلوقتي عندي مراتي الله يرحمها ماتت بقى لها 3 سنين. الله يرحمها يا رب. وكان في علبه فيها شويه ذهب كده، ما اعرفش ايه هم. عاوزين ياخدوها العيال، انا مش هديها للعيال. دي ذكرى من الحاجه. اعرف ازاي بقى؟ مسألة سهلة يا حاج شحاتة، هناخد شوية الذهب دول وهنقيمهم بالفلوس، وبعد كده نشوف الأولاد كل واحد نصيبه قد إيه، ونديله مكان نصيبه فلوس، يعني هنقيم. اسمعني طيب يا أستاذ شحاتة، أصل الذهب ده بدل ما كان بتاع زوجة حضرتك، فهو خلاص بقى أصبح إيه؟ أصبح لما هي توفت أصبح تركة. طيب نعمل إيه بقى؟ أنت عايز تحتفظ بالذهب ده، هنقيم الذهب ده بالفلوس، وثم نوزع بناء على حصة كل واحد من الأولاد قد إيه،
ونديله من الفلوس اللي هي تمن الذهب ده، وتفضل انت محتفظ بالذهب ده وتخصم منه نصيبك انت، تخصم من التمن ده نصيبك انت من ميراثك اللي هو هيكون في الحاله دي الربع. خلاص واضح؟ واضح حاج شحاته؟ نعم حاج شحاته. نعم استاذ محمد اتفضل. السيده ام محمد اتفضل. سلام. اتفضلي. السلام عليكم. عليك السلام عليكم. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه يا فندم. انا عندي سؤال معلش بس جاوبني بعد ما اغسل لو سمحت. نعم؟ عندي سؤال بس حضرتك جاوبني بعد ما اغسل. اتفضلي. انا تعبانه المفروض يعني انا هنشل الرحم بعد العيد. ماشي؟ بس انا بينزل عليا دم. انا بشوف بس ما بصليش. فانا باخد علاج يعني. حضرتك هتشيل الرحم؟ حضرتك معلش خليني اقول لحضرتك اللي انا اللي انا اللي انا بحاولت اسمعه عشان الصوت مكتوم شويه. حضرتك هتشيل الرحم وبينزل عليكي دم صح؟ اه بينزل عليكي دم. الدم دوت بعد ما شلت الرحم؟ لا انا لسه هشيله بعد العيد. انا كنت المفروض هشيله في رمضان بس هم قالوا لي بعد العيد. طيب انت عندك حضرتك عاده انت عارفاها وعارفه لون الدم وعارفه ريحته وعارفه شدته؟ يا دكتور لا انا عندي 52 سنه الدم ده راح من زمان. اه يعني انت انقطع الدم خالص؟ اه من زمان. اه فانت وصلتي الى سن اللحيض؟ اه من كام سنه؟ بقالي 4 سنين ما بنزلش. فانت 4 سنين دلوقتي ما بتحضيش؟ اه لا اللي عندك دوت خلاص ده اصبح استحاضه ده، وده دم جاي من المرض اللي تسبب في نزول هذا الدم. فالدم اللي بينزل ده بسبب مرض، واحنا عندنا دم الاستحاضه اسمه دم مرض مش دم صح. فانت في الحاله دي اذا كان الدم بينزل ده بسبب هذا الامر فده دم زي ما حضرتك عبرت في الاول خالص، ده دم نزيف مش دم حيض، لان خلاص احنا خلاص انقطع الحيض بقى لنا 4 سنوات واللون دوت مش هو لون الدم، فيبقى دوت نزيف. وربنا ان شاء الله يسلم حضرتك ويجمع لك بين تمام الاجر والعافيه يا رب العالمين. يا ساده احنا اتكلمنا النهارده عن سلام من اهم ما يمكن ان نتكلم عنه، واحنا بنتكلم عن رمضان السلام. اتكلمنا عن سلام التامين. بالله عليكم ما فيش حد فيكم يبقى مع حد قريب منه أو بيقابله أو بيشوفه إلا وبيأمنه. إحنا كلنا محتاجين تأمين، كلنا محتاجين إن حد فينا حد ينشر في قلوبنا الإحساس بإن إحنا معانا ربنا، إحساس بإن إحنا محميين، إحساس بإن إحنا عندنا سند وهو مولانا سبحانه وتعالى، إحساس بإن إحنا بكرة يبقى أفضل، إحساس إن إحنا عندنا خير ووسع وبركة ورحمة وفضل، إحساس إن الدنيا مش غابة، احساس ان الدنيا فيها ناس خيرين كتير. حاولوا تكونوا انتوا الناس الخيرين، وتكونوا انتوا الناس اللي بينشروا السلام في قلوب الناس وبينشروا الامان في قلوبهم، فتبقوا انتوا من اهل الاسلام ومن اهل السلام، وحضره النبي صلى الله عليه وسلم سيفرح بكم ويدعو لكم لانكم اصبحتم بابا من ابواب الدخول على الله من اخلاق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. يا رب اجعلنا من أهل سلامك ومن أهل تأمين عبادك لكي نكون من أهل محبتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.